خلونا نبدأ معاكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، وأبرزها كان وصول أولى رحلات الحجاج العائدين من مكة المكرمة. ربنا يتقبل منهم إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. امبارح أيضا عيادات بعثة الحج الطبية قالت إن هي قدمت 17,000 كشف طبي للحجاج المصريين خلال أداء المناسك. جهاز حماية المستهلك كثف حملاته الرقابية على كافة الأسواق للتأكد من توافر كل السلع الأساسية. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها استقبال مطار القاهرة الدولي أولى رحلات الطيران اللي نقلت الحجاج في مرحلة العودة قادمة من جدة، وتم امبارح تسيير عدة رحلات على مدار اليوم لنقل الحجاج من جدة والمدينة المنورة، وأنهى الحجاج إجراءات وصولهم من مبنى الرحلات الموسمية بالمطار المخصص لرحلات الحج والعمرة. امبارح برضو عيادات البعثة الطبية المصرية للحج أكدت أنها استقبلت خلال فترة الحج 17,000 زيارة من الحجاج المصريين، والفرق الوقائية المتنقلة قامت بالمرور على 270 خيمة من خيام الحجاج المصريين وقدمت النصائح والإرشادات لما يقرب من 5,000 حاج. كمان امبارح أعلنت المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية إنها استقبلت على مدار أيام عيد الأضحى الثلاثة حوالي 19,000 رأس من الأضاحي وقدمت خدماتها للمواطنين بالمجان. امبارح جهاز حماية المستهلك وصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال أجازة العيد، وأكد أنه هيستقبل شكاوى المواطنين من خلال غرفة العمليات المتواجدة بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات، وبيتم التأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين. بمناسبة العيد، وزارة الداخلية نظمت زيارات لعدد من دور رعاية المسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وشاركت النزلاء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ووزعت عليهم الهدايا. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. في إطار تفعيل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، حرصت الوزارة على توجيه مأموريات لزيارة عدد من دور رعاية الأيتام وذوي الهمم والمسنين وعدد من المستشفيات في مختلف المحافظات لمشاركتهم لاحتفال بعيد الأضحى المبارك. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود. احنا النهاردة مبسوطين جدا بتشريف ضباط من وزارة الداخلية لينا، وهم قاموا بتوزيع ملابس ولعب على الأطفال، والأطفال مبسوطين جدا. احنا مبسوطين والضباط جه ودينا هدية هدوم، الضابط اداني مسدس وهدوم وانا مبسوط وكل سنة وطيب. انا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان. تخلل تلك الزيارات توزيع ملابس العيد والهدايا العينية على الأطفال بدور رعاية الأيتام والمرضى بالمستشفيات، وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبيرين في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم. فاجئنا بزيارة طيبة من وزارة الداخلية بتوجيهات من فخامة الرئيس للمعايدة على المرضى وتقديم الهدايا ليهم، وكان حدث طيب أدخل السرور على المرضى. وفرحانة بزيارتكم فعلا، والله جد فرحان بيهم، وأشكركم والله على الزيارة الجميلة وعلى ذوقكم. ربنا يبارك لكم يا رب ويبارك لسيادة الرئيس، تبعتوا لنا سلام وطهنا. شكرا جزيلا ليكم، سنة حضرتك طيب، وانتم طيبين وبخير وسعادة، وربنا يا رب كده يجعل مصر دايما بخير وسعادة يا رب إن شاء الله. عندي أمل فيكم وبيكم نبني عزيمة وعمل، ايدك في ايدي بحبنا تبقى جنة، مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بالناس.
وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية هذه الزيارات تأكيداً على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزاً لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات. أنا موجود. جابوا لعب وهدايا للأطفال في وحدة علاج اليوم الواحد، وده شيء من شأنه إن هو يعني بيفرح الأطفال وبيبسطهم. نشكر وزارة الداخلية على الاهتمام وإن هما بيجوا دايما يفرحوا الأطفال وبيبسطهم ما بينسوناش. انبسطت جدا بالهدايا، شكرا جدا وكل سنة وأنتم طيبين. النهارده السباكه وادونا هدية عشان العيد. سانتا يا ريس. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. هكذا تستقبل وزارة الداخلية العيد برسم الفرحة على وجوه الأطفال والمرضى بالمستشفيات من خلال مبادراتها المجتمعية والإنسانية لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار. في جولة المحافظات في أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، منها توريد 230 ألف طن قمح للشوان والصوامع في محافظة بني سويف بنسبة تفوق المستهدف هذا العام. في محافظة أسيوط تم تنفيذ حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد، وغرفة عمليات محافظة شمال سيناء لم تتلقى أي إخطارات أو شكاوى خلال فترة الأجازات. خلينا نشوف. محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتير امبارح، أبرزها من بورسعيد اللي شهدت توافد أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات خلال عيد الأضحى المبارك. وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن نسبة إشغال القرى السياحية والفنادق 100%. في بني سويف تم الإعلان عن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي بالصوامع والشون منذ بداية الموسم ولحد امبارح، وبلغ أكثر من 230 ألف طن بالنسبة تفوق المستهدف هذا العام. امبارح شهد متحف آثار الإسماعيلية إقبال غير مسبوق من الزائرين سواء المصريين أو الأجانب للاستمتاع بمشاهدة الآثار المصرية الموجودة داخل المتحف، واللي بترجع لعدة عصور منها العصور الفرعونية واليونانية والإسلامية. إدارة المتحف أعلنت عن إطلاق جولات إرشادية مجانية خلال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك لجميع زائري والوافدين للمتحف. في أسيوط تم تنفيذ حملات للنظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات، ده غير تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، مع توفير الإمكانيات اللازمة لإعادة الوجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة. في شمال سيناء غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى أي إخطارات أو شكاوى خلال فترة العيد، وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن أجهزة المرافق والخدمات مستمرة في عملها طوال أيام العيد. في الإسكندرية أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية إن قلعة قايتباي استقبلت خلال أيام عيد الأضحى أكثر من 8000 زائر من المصريين والعرب والأجانب للاستمتاع بالحضارة المصرية. في الدقهلية أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة انتظام العمل بجميع مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا خلال أيام عيد الأضحى، وقال إنه تم تطعيم أكثر من 15 ألف مواطن خلال أيام العيد.